واجب على المسلم إذا جاء إلى هذه البلاد أو أي بلاد أن لا يخالف النظام، يعني نمشي على نظام الدولة، لأنهم لم يأمروا بمعصية. الطاعة في المعروف لا في المعصية، فلا بد إذا أمروا بأوامر وضعوا قوانين لا تخالف الشريعة لا بد من الطاعة. مسلمان المقرازم قشيقاتن دي كمش ست قرازم قومي دي أقرازم دي قيقوش خابزر يقتغنكم شريعتم قبشعو شمتما ستجبما شريعتم قبشعو أخوة قشبجاجة ونافر زشكم أبجام ويدونخوي زغزقاو أخوشتن شجا. نعم، مثلا الذي تقول الآن منع المسؤولين الآن هنا عندنا في المسجد النبوي عن تعبئة ماء زمزم، فنحن لا نعبي ونبتغي بهذا أننا إذا أطعنا هؤلاء في غير معصية الله يحصل لنا أجر عند الله. مس مدد دي قرازم دي جي مس مجد قوزم دي عر مدينة دي مجد راوي سوش مكان دي مجد راوي سوش دي مجد قوزم دي بسق إبغاخو يادقمي أبي خدوش عمدج أبي أرشو داخو خنوش مجد قوزم دي بسق إدغاخو خنوكم إيجي أهدو أرشو داشخوخ جا شريعتن قبارمو أخوغو نافم دي أول حشكم بساپا بش حاجة قدي تشينوش. ونستطيع أن نشتري زمزم من المصنع من الأماكن اللي يباع فيها الزمزم، ممكن تشتري هذا والله سبحانه وتعالى يعوض عليكم خيرا. ما زمزم رزداش أخم يديقش بشخو ما خلنشي أبديقش بشخو أخش بغكو تاري على حشكم قوي تشنش.